سعد خضر سعد خضر فين واحد الصوره هذيك بالله تنحيدوا داك الالتزام كي قادوا في التواصل احنا معاك اليوم تكلموا وداو سعد خضر المباشر سمعنا الناس اللي ما استفدناش الناس كتقول لك انا ما استفدناش بقصيه كاينين الناس اللي استفدوا وفشلنا بان واحد البلاصه فيها جوج ديال بلاصه فيها جوج ارقام يعني بحال واش واقع شي لوكس ولا شنو توضح وضح لنا الراي العام بسم الله الرحمن الرحيم معكم عبد القادر المزرعه امين مال جمعيه المثلثيات شكرا جريده اس في جنوب على التغطيه ديالها توضيحا على هذا الشيء اللي واقع دابا الناس اللي مسجلين تابعين للجمعيه وعاطينهم بطائق وعاطينهم التزامات كلهم هاد الناس درناهم في لائحه وعطيناهم للسلطات كيقول لك بان هاد العدد اللي كاين راه كثير على خرجوا داروا بوحد ذاتنا حنا كجمعيه ذاتنا الخدمه عندنا كنديروا المستفيد بالكنيه بسميه رقم بطاقته المهنه اللي كيزاول وحتى المقاطعه اللي تابعه له والتصويره ديالو في ميل فيه خرجوا الناس داروا المسؤولين داروا بحوث اغلب ديال الناس ما لقوهمش ربما يكون هو حنيطي وهذاك النهار عنده واحد الغرض ما حضرش اللجنه تقصى في القرعه اللي وقع دابا هو الناس ديال القرعه راهم دازوا الناس نقصي هي في كوكي خلونا نهضروا راه الهضره غنعطيك نتهضر راه كنهضروا ملي نسالي انا علاش انا كنخرج للاعلام وبوجهي احمر لانك كرشي خاويه انا ملي نحيد الميكرو نعطيك اهدر انت ملي نحيد انا الميكرو نعطيكم هضروا بداك الشيء اللي داركم وضحوا الراي العام بين التزام الله يهديكم راه الاعلام خلونا نهضروا راه دابا ما نبداوش نغلطوا الراي العام راه لابغيتو الشفافيه والوضوحيه راه اللي كيتسال شي حاجه غيديها راه داكشي اللي بغى يطلق الغوله هنا وانه بيبيع بلاصه يمشي الا مخلي ليه باش ملك يبيعو هاد البلاصه دارت الفقراء المغلوب عن امرهم اللي عنده فراشه كيعيش منها اللي عنده فراشه إلا ما فرشاش ما يفطرش وما يتغداش وما يتعشاش وكيف يعقل سمعوا كيف يعقل وما تضغطوش عليا أنا ما يضغط عليا حتى واحد راه ملي كيجي واحد هذاك اللي غادي يجي ويدير لي وقفة أو يدير تصريحات راه ما كيخلعنيش إلا عنده الحق راه غيديه إلا ما عنده حتى حاجة ما يديه وعندي راه السيد وكيل الملك غيتحطوا لي شكايات عندي ناس دخلوا عندي كيقول لك ان الدريه مرتي بصفتي اني في فلان او فرتلان كاينين الناس جاوا استغلوا الضعف ديال الناس واستغلوا التجمهور ديال الناس في الدخول ديالهم السوق ولبسوهم جيليات كيف يعقل ان امراه عندها 70 عام ودايره جيلي ديال المعطلين ما نبقاوش نضحكوا على الدقون راه اللي كيتسال شي حاجه في هذا السوق اقسم بالله ما غيضيع وتصنت وحاجه اتحمل مسؤوليتها امام الله اتصنت اللي يبغى يدخل معايا القضاء اتحداه نمشيو للوكيل الملك ولا نثق في قضائنا الشامخ والنزيه لا اسمح لي اسمح لي لا دابا كاين اش اسمح لي لا اش نهضر اش نهضروا اش ندوا صاحبي حشومه تزيد هضر خلينا نهضر انت دابا قلتي السلطات كتمشي السلطات لا اسمح لي بلادي اسمح لي قال هو دابا السلطات حنا مشينا عند السلطات كتقول هو محشومه هذا عنده بلاصتو ولا جهه لا حنا بينا التزام السي عبد القادر التزام بحال كيعطيتي للناس بصيفتك اش بصيفتي واحد الحاجه اخرى حنا صنتو حنا باش نغربلوا هاد البياعه والشرايه وهاد الضجيج اي واحد ما تقساش من السوق كنقولوا ليه وحريفي يجي يفرش وغيفرش اليوم ويفرش غدا وبالتالي غتصبح لي واحد المكان اللي وقار وفي اسمه لي حريفي كنقولوا لي فرشوا هاد الناس ها راه اللي بغى يبيع شي بلاصه يمشي يبيع الملك تاع باه لا مخلي لي باه شي ملك يبيعو وجانا حمرين كنخرج امام الملا اللي عاطي المزرعه شي درهم
محشومه هو وجه احمر هاو اللي بغى يفرش اللي بغى يفرش يجي هاصو سواء اللي كيزاول المهنيات المتلاشيات تليفونات وبغى يفرش سواء مسجل سواء داز بالقلعه سواء ما داش يجي السوق يفرش واللي اه ومن هنا غيتفرزوا البياع والشرايه اللي كيفرش هو البياع والشراي خرج لي بلاصه رسميه